وانطلقت الان الجيات في شوطها الرابع على جائزة عبد الله بالخير التقديرية. وهذا الشوط لجياد وفراس الانتاج السعودي عمره 4 سنوات في شوط مفتوح الدرجات وعلى مسافة 2000 متر قيمة الجائزة 60,000 ريال. وانطلاقة للجواد اسلام المرشح الاول لكسب هذا الشوط متصدر الان هذا الجواد ومرافقه في المركز الثاني من الخارج الجواد نمر في المركز الثاني وكما تشاهدون ايضا محاولات في المركز الثالث من النهام الرابع للجواد مرجان والخامس للمتواتر السادس لمحبوبة خيرية الصدارة للجواد اسلام في المركز الاول بنصف طول تقريبا عن الجواد نمر في المركز الثاني ولا مرجان في المركز الثالث النهام يقترب من الداخل للمركز الثالث الان النهام والرابع لمرجان الخامس للمتواتر والسادس لمحبوبة خيرية والصدارة الان للجواد اسلام يتابع من الخارج الجواد نمر في المركز الثاني بدأ الجواد مرجان يقترب وايضا النهام بدأ يستحث خيالا للتقدم من الداخل والمنعطف الاخير باتجاه خط النهاية واسلم متصدر الان محاولات من مرجان من الخارج ومن النهام من الداخل وايضا المتواتر يقترب والصدارة للجواد ابن الفحل لهم اسلم متصدر في المركز الاول اسلم ليصطبل ابن الملك عبد الله بن عبد العزيز متصدر الان وبفارق 4 اطوال عن الجواد مرجان صاحب المركز الثاني المتواتر يتقدم للمركز الثالث المركز الرابع لانها وصدر ما شاء الله لا قوة الا بالله للجواد اسلم ويصل الى خط النهائي للفوز بالمركز الاول وجائزة عبد الله بالخيل التقديريه.